بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء طلبت المرحلة الثانية كلية طب الأسنان، نكمل محاضرة الإنزيمات لمادة البايوكيمستري، حيث توقفنا في الموضوع التالي: Factor affecting on the enzyme reactions، العوامل المؤثرة على تفاعلات الإنزيم. Found five factor affecting on the enzyme reactions، توجد خمسة عوامل تؤثر على تفاعلات الإنزيم. Number one، substrate concentrations، تركيز المادة الأساس. Number two، enzyme concentrations، تركيز الإنزيم. Number three، temperature، درجة الحرارة. Number four، pH degree، درجة الحامضية. Number five، inhibitors. Enzyme activity are measured by the velocity of reaction with the stimulate on several time. النشاط الإنزيمي يحدد بواسطة سرعة التفاعل الذي يتم تحفيزها في أوقات معينة. The ratio of reaction is determined by either disappear or substrate، حيث أن نسبة التفاعل تحدد بواسطة اختفاء المادة الأساس or ratio of formation product، أو تكوين المادة الناتجة. من المعروف أن كل تفاعل كيميائي يتكون من جزئين: جزء يمثل الرياكشن أي المواد المتفاعلة، والجزء الآخر البرودكت وهو المواد الناتجة. وتحديد التفاعل أو إكمال التفاعل يتم أما بانتهاء المواد المتفاعلة أو بتكوين المواد الناتجة، حيث أن التفاعلات الإنزيمية يكون الجزء المتفاعل هو substrate plus enzyme أي تفاعل المادة الأساس مع الإنزيم، أما الجزء الناتج يكون substrate enzyme complex. Number one، substrate concentrations، العامل المؤثر الأول اللي هو تركيز المادة الأساس. The ratio of enzyme reaction is elevated by the increase of substrate ratio، أن نسبة التفاعل الإنزيم ترتفع بواسطة زيادة نسبة المادة الأساس. Until reach limited ratio، لحين الوصول إلى دالة معينة. At this point adding substrate doesn't lead any change in the reaction، عند هذه النقطة فإن أي إضافة للمادة الأساس سوف لا تؤدي إلى تغيير في سرعة التفاعل. And the reasons are because of active site on the enzyme surface are satisfied with substrate، حيث أن يوصل إلى حالة الاستقرار، وأن سبب إضافة أي مادة متفاعلة لا يؤدي إلى تغيير في التفاعل يعزى إلى أنه المواقع الفعالة على سطح الإنزيم سوف تتفاعل جميعها مع المادة الأساس. Therefore the elevated ratio doesn't find any place on the enzyme surface، حيث أن أي إضافة أخرى للمادة الأساس سوف لا تجد أي مكان للتفاعل على سطح الإنزيم. يعني من الكلام اللي تكلمنا عنه بأنه سرعة التفاعل تزداد مع زيادة المادة الأساس، لكن لحين الوصول إلى حد معين أو دالة معينة سوف أي إضافة أخرى لا تؤثر على سرعة التفاعل. إذا لاحظ من خلال الرسم التالي: Ratio of reaction concentration of substrate، بداية تزداد سرعة التفاعل عند زيادة المادة الأساس، لحين الوصول إلى دالة معينة، بعد ذلك أي إضافة لا تؤثر على سرعة التفاعل، لذلك نشاهد هذا الخط تحول إلى خط مستقيم. Number two، enzyme concentrations، العامل المؤثر الآخر اللي هو تركيز الإنزيم. The average of reaction is increased with the elevated of enzyme concentration in case the is stable، إن معدل التفاعل يزداد مع ارتفاع تركيز المادة الأساس. يعني أي زيادة في تركيز الإنزيم
سوف تؤدي إلى زيادة في سرعة التفاعل، أي أن التناسب ما بين سرعة التفاعل وتركيز الإنزيم سوف يكون تناسبا طرديا. إذا لاحظ الرسم التالي: ratio of reaction concentration of enzyme، أي إضافة في تركيز الإنزيم أو أي زيادة في تركيز الإنزيم سوف تؤدي إلى زيادة في سرعة التفاعل. إذا لاحظ هنا يختلف عن تركيز المادة الأساس، هناك في تركيز المادة الأساس لحد معين بعد ذلك تحول هذا الخط إلى خط مستقيم، أما في هذه الحالة فتستمر عملية الارتفاع. Number 3 temperature، درجة الحرارة. The optimum temperature for most human enzyme is between 35 to 40 centigrade. إن درجة الحرارة المثالية لإنزيمات جسم الإنسان تكون ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية. Human enzyme start to denature the temperature above 47 40 centigrade العفو. إن إنزيمات الجسم تبدأ بعملية المسخ عندما تكون درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية. نجي هنا شنو يعني عملية المسخ؟ عملية المسخ هي عملية تغيير في شكل الإنزيم، أي هناك عوامل تؤثر على الإنزيم مما يؤدي إلى عملية أشبه بعملية استنساخ الإنزيم. هذه العملية سوف تؤدي إلى تغيير في المواقع الفعالة على سطح الإنزيم، وبالتالي سوف تؤدي إلى تقليل النشاط الإنزيم. But thermophilic bacteria found in the hot spring have optimum temperature of 70 centigrade. أما درجة الحرارة المثالية إلى البكتيريا سوف تكون بحدود 70 درجة مئوية. إذا نجي نلاحظ الرسم هنا ratio of reactions نسبة التفاعل temperature درجة الحرارة، عند ارتفاع درجات الحرارة يبدأ سرعة التفاعل بالارتفاع لحين الوصول إلى الأوبتيمم تمبرشر، واللي قلنا جت هي بحدود 35 to 40 سنتيغريد 35 إلى 40 درجة مئوية. بعد هذه درجة الحرارة أي ارتفاع في درجات الحرارة أو بعد هذه الدرجة أي ارتفاع في درجات الحرارة سوف يؤدي إلى انخفاض في سرعة التفاعل أو انخفاض في تفاعلات الإنزيم. Number 4 pH degree اللي هي درجة الحامضية. Enzymes are sensitive to the change in pH in medium of reactions. الإنزيمات تكون حساسة إلى أي تغيير في الوسط الحامضي. The high low of pH act to change the nature of enzyme as protein. حيث أن ارتفاع أو حيث أن الارتفاع والانخفاض في قيمة البي اتش يعمل على تغيير الطبيعة البروتينية المكونة للإنزيم. The change in the pH led to change the ionization for acid phase in the enzyme and substrate. حيث أن التغيير في قيمة البي اتش سوف يؤدي إلى التغيير في عملية التأين الحامضي القاعدي للإنزيم والمادة الأساس. And finally lose the enzyme activity. وبالنهاية سوف يؤدي إلى خسارة النشاط الإنزيمي. Each enzyme has optimum pH approximately 6. الإنزيمات تمتلك قيمة pH مثالية بحدود 6. Expect the gastrointestinal pH equal to. باستثناء الجهاز الهضمي أو الإنزيمات الهاضمة تكون البي اتش لها بحدود 2. إذا لاحظ من خلال الرسم التالي ratio of reaction pH degree، بالبداية عند ارتفاع في قيمة البي اتش سوف يرتفع سرعة التفاعل أو تفاعلات الإنزيم لحين الوصول إلى الأوبتيموم ديجري إلى البي اتش المثالية اللي قلنا هي بحدود 6 باستثناء الإنزيمات الجهاز الهضمي اللي تكون 2. بعد ذلك أي ارتفاع في قيمة البي اتش سوف يؤدي إلى انخفاض في تفاعلات الإنزيم. Number 5 enzymes inhibitors المثبطات الإنزيمية. Enzyme inhibitors divided two types: non-competitive inhibitors and competitive inhibitors. حيث أن المثبطات الإنزيمية تقسم إلى نوعين. النوع الأول هي المثبطات غير التنافسية، والنوع الثاني هي المثبطات التنافسية.
نجي إلى المثبطات غير التنافسية، نون ريفيرسبل غير عكسية، ذا انهبيترز نوت لايك ذا سبستريت، بحيث بأنه المثبط لا يشبه المادة الأساس. The velocity of reaction depended on the concentration inhibitors، سرعة التفاعل تعتمد على تركيز المثبط. Most of these are toxic naturally and artificially. أما نجي للcompetitive inhibitors، reversible inhibitors similar to substrate، the inhibitor combined with active side of the enzyme depended on the inhibitor concentration. This compare between two type of enzyme inhibitors، non-competitive inhibitors and competitive inhibitors. هذه هي مقارنة ما بين المثبطات التنافسية والمثبطات غير التنافسية. هنا أنا راح أنزل أنا مقطع 3D يوضح عملية المثبط التنافسي والمثبط غير التنافسي، وراح يكون المقطع جدا واضح، ومن خلاله تقدر أن تعرف شنو المثبطات وبصورة واضحة وبسيطة. Example for this inhibitors، هناك بعض الأمثلة على المثبطات. A heavy metal such as lead, mercury, lead and silver، العناصر الثقيلة أو العناصر النزرة مثل الليد الرصاص، ميركوري الزئبق، اند السيلفر اللي هو الفضة، الاوكسيدايند اجنت، الاسيتايل كولين استرز، البنسنين، السيانيد، النيرف غاز. هنا عندنا 6 امثلة على المثبطات الانزيمية. نجي الى موضوع اللي هو الكو انزيم، اي المرافقات الانزيمية. المرافقات الإنزيمية تمثل مركبات عضوية مشتقة من الفيتامينات طبعا، ويتم الحصول عليها مع الغذاء. لا تمتلك الخلايا الحيوانية المقدرة على تصنيع الفيتامينات، وبالتالي فمن البديهي القول أن نقص الفيتامينات في غذائنا سيكون له أثر سلبي كبير، حيث أن احنا المرافقات الإنزيمية أوضح لك في المثال مر علينا. مثلا اذا نجي نقول الاسيتايل كو اي، الاسيتايل هو مركب معروف يستخدم بالكريبس سايكل ومار علينا. الكو هو دليل على انه مرافق انزيمي، اما اي هو المرافق الانزيمي، حيث انه فيتامين اي يعمل كمرافق لمركب الاسيتايل. هذا ما نقصد به بالمرافق الانزيمي. نجي الى موضوع مهم اللي هو الدياجنوستيك ابليكيشن اوف انزيم، اللي هو التطبيقات التشخيصيه للانزيمات. ميجرمنت ذا اكتيفيتي اوف انزيم ان بودي ليكويد سوتش از بلازما اند سيروم. هنا أنا طبعا يقول لك يحدد النشاط الانزيمي في سوائل الجسم مثل البلازما والسيروم. بيكوم سو امبورتنت ان ماني ميديكال دومينز to diagnostic several diseases such as liver, heart, skeleton system, digestive system, tumors. هذه العلامات التشخيصية تكون مهمة للأشخاص الطبية، للتشخيص الطبي لبعض الأمراض مثل أمراض الكبد، القلب، الجهاز الهيكلي، الجهاز الهضمي والأورام. هذا راح ناخذه بالمحاضرة التالية إن شاء الله، إنه احنا عرفنا الجانب الحياتي للانزيمات من ناحية التسمية، من ناحية تصنيفات الانزيمات، من ناحية التفاعلات الانزيمية، من ناحية العوامل المؤثرة على الانزيمات. نجي هاي الانزيمات بداخل الجسم شلون راح نعرف هذه الانزيمات وآلية ارتفاعها، انخفاضها، تأثيرها على بعض الامراض بجسم الانسان. ان شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نوضح بعض الدلائل او بعض الامور اللي خاصه بعمليه التشخيص السريري. Thank you so much for listening. شكرا جزيلا، مع تمنياتي لكم بالتوفيق.